أقسم بالله العلي العظيم أني سأقول الحقيقة في هذه الحصة. تصريحات نارية وحصرية. مدني مزراج يدخل المحكمة في أول جلسة مع مديحة علالو. هذه حقيقة يعرف القاسي والداني، وكم من رجل وجد مرمي في الطرقات. قتله النظام. نعم. أنا بالنسبة لي النظام في ربع سنوات الأولى لا يختلف على الجية بعد انحرافها. أتحدى أي رجل في الدولة، يعني من رئيس الجمهورية إلى أبسط مسؤول في الدولة، اللي يقدم لي حاجة يتفضل يفضحني على رأس أشهاد. أول شخص قتلته في حياتك؟ مستعد نحسب حتى شحال مات. ستتفاجؤون، ستصعقون. حتى أنا بريئة. ممكن. هروب. أنا بريئة. أنا ماشي شكيب خليل. وأنا ماشي مدني مزرعي. غير مترم الحصة. ستجيب. اسمعي. لا محترم. أنت لي سي مدني. كلمة مجرم هذه أسحبيها. أنا لست مجرما. المجرم. كنت مجرم. لا أبدا. أنتم ما كنت حاطين حاجة كبيرة. إني قال ندخل العالم كله كيما نحب أنايا. أنت تقول كلام خطير. معليش خطير أنا تحمله. إذا كان تشكك في انتخاب رئيس منحكم اسمعني العفو اسمعني أنا شكلك يخيفني سي مدني مزرق أنا شكلك يخيفني شخصي لكن لو إذا كان وقع الظلم الذي يفقدني عقلي مستعد أنك تتعاود العملية سأفعل هذا من حيث لا أشعر أنا الآن أملك السلاح لطيفة الكلام شكرا ممشوقة القوام شكرا مديحته هذا غزل لا هذا لا هذا غزل سي مدني هذا إطراء سيدتي هذا إطراء انت لا تفرقين بين الإطراء والغزل هذه مشكله